مهرجان البحر الأحمر يعلن عن الفائزين بجوائز السوق بدورته الثانية صورة. التفاصيل عبر نجم المشاهير. اختتم سوق البحر الأحمر فعاليته والتجارات على مدار 4 أيام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز مسابقات السوق الذي يعتبر منصة حريص مما لاكتشاف المواهب والمشاريع والأفكار التي ترسم ملامح صناعة السينما في السعودية والعالم العربي وأفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم، وذلك لتعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع على مستوى العالم، حيث يستقطب السوق كلاً من الموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في المنطقة. واستطاع سوق البحر الأحمر هذا العام اجتذاب المهتمين بصناعة السينما، فقد كان مكتظاً بالشغوفين في صالات العرض وقاعات الاجتماعات وأماكن العروض والجلسات الحوارية، وقد تولت لجنتي تحكيم القرار لاختيار الفائزين من فئة سوق المشاريع وفئة الأعمال قيد الإنجاز، حيث ساهم صندوق البحر الأحمر والجهات الراعية بتقديم 24 جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر الأحمر. وبهذه المناسبة قالت زين زيدان مديرة سوق البحر الأحمر: نسعد بالإنجازات الناجحة التي حققناها في نسخة هذا العام من سوق البحر الأحمر، ونهدف من خلال الجوائز الممنوحة إلى تعزيز ثقة صانع الأفلام الطموحين لخلق المزيد من الفرص لهم، كما نفخر بكل من شارك سواء أفاز أم لا. فما حدث في السوق على مدى 4 أيام من تبادل للخبرات والرؤى والأفكار يعد بحد ذاته فوزا وسعيا للارتقاء بتطوير وإثراء صناعة السينما العربية، فشكرا لكم جميعا. وبدورها قالت مريم عرب مستشارة سوق البحر الأحمر: أسعدنا في منافسات السوق لهذا العام اكتشاف المشاريع الجديدة من قبل صانع الأفلام والمنتجين الأفارقة والعرب بما في ذلك المغتربين، ويظهر جليا في النسخة الثانية من سوق البحر الأحمر هذا العام تحقيقنا الهدف من ورائه من خلال مواصلة التوسع عبر الآفاق وإنشاء جسور جديدة للسينما المستقلة. وحصل المشروع السعودي أنت الشاعر وأنا طيف والمشروع العربي رحلة إلى القدس على جائزتين عينية في مرحلة التطوير أو الإنتاج لمشروع سعودي واحد ولمشروع عربي واحد بالمشاركة في 2023. وتم منح 3 جوائز لأفلام مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تم منح الجائزة الأولى التي تشمل حزمة DCP كاملة بقيمة $8,000 أمريكي إلى مشروع عصابات، وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة والتي تشمل كل منهما من حزمة ترويجية كاملة بقيمة $12,000 أمريكي كلا من مشروع كيان ومشروع المرهقون. ومنحت جائزة عينية الأولى للمونتاج والمعنية بالمشاريع قيد الإنجاز مبلغ $50,000 أمريكي إلى مشروع كيان، والثانية لخدمات المزج الصوتي للمشاريع قيد الإنجاز مبلغ $20,000 أمريكي، وقد حصدها مشروع بانل وآدامًا. وتم منح جائزتين لحقوق التوزيع في العالم العربي الأولى للمشاريع العربية بقيمة $50,000 أمريكي وحصل عليها مشروع حزب العلكة، والجائزة الثانية للمشاريع السعودية بقيمة $50,000 أمريكي وحصل عليها مشروع أنت الشاعر وأنا طيف. وتم منح جائزة نقدية بقيمة $50,000 أمريكي حصدها مشروع كبش الفداء، وأيضا منح جائزة بقيمة $50,000 أمريكي حصل عليها لمشروع ما وراء النخيل. ومنح 3 جوائز نقدية لحقوق التوزيع في العالم العربي وهي كالتالي: جائزة لمشروع سعودي بقيمة $120,000 أمريكي وكانت من نصيب مشروع آخر أيام الصيفية، جائزة لمشروع سعودي بقيمة $70,000 أمريكي وحصدها مشروع الرقص على حافة السيل، جائزة لمشروع عربي بقيمة $40,000 أمريكي وحصل عليها مشروع رجال في الشمس. ومنح صندوق البحر الأحمر 6 جوائز نقدية وفقا لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر وهي كالتالي: جائزة التطوير من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة $35,000 أمريكي وحصل عليها مشروع رحلة إلى القدس، جائزة التطوير من
سوق البحر الأحمر بقيمة 35 ألف دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع أولاد الغولة، جائزة الإنتاج من سوق البحر الأحمر بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع المتشردين، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع العربية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع عائش لا تستطيع الطيران بعد الآن، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع السعودية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع كبش الفداء، جائزة سوق البحر الأحمر للمشاريع ما بعد الإنتاج بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع كذب أبيض.